لذلك حتى الطاعات بعض الطاعات التي يأتيها من في هذه الدائرة يؤمر بالتوبة منها. يعني مثلا أستغفر الله، قال أستغفر الله ذنب بالنسبة لذا، علي أن يتوب. يقول استغفارك يحتاج إلى استغفار، لأن تكذب على الله تقول لتائب وراجع وهو باقي مصر. الشيخ الصاغي رحمه الله تعالى في دلالة الحيران يقول: وقال لي من كان للرحمن مستغفرا وهو أخو عصياني، وقال لي من كان للرحمن مستغفرا وهو أخو عصياني، وضوءه منتقض يقال وما به شك ولا جدال. توضأ وهو في دائرة العصاة ما تائب منها، وقال استغفر الله، انهدم وضوءه حتى يخرج من ذي الدائرة إلى دائرة الطائعين. وقال لي من كان للرحمن مستغفرا وهو أخو عصياني، وضوءه منتقض يقال وما به شك ولا جدال. وعندنا لا بد من ترخيص فيه لأهل العلم والتلخيص، وعندنا لا بد من ترخيص فيه لأهل العلم والتلخيص. والاحتياط خير ما يستعمل، ورخص الله عليها يعمل، إلا إذا ما كان ينوي العودة. توبته في حكمنا مردودة، إذا كان ناوي يرجع فتوبته مردودة. جاء الشيخ السالمي على هذا الكلام ذا وحكاه، قال: والاستغفار دائما مطلوب، وفعله لربنا محبوب، فيثمرن للعباد الأجر، فكيف قيل ينقضن الطهر إن قاله العبد بلا إن قاله العبد على إصرار، لأنه معاند للباري. فكان نفس الاستغفار كذبا، فألزموه النقض حيث كذبا. هذا قال استغفر الله وهو باقي في دائرة العصاة، انتقض وضوءه باستغفاره الكاذب. ثم يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ السالمي رفقا يعني، فقال: ولا أقول كذب، بل ذاك ذكر وطاعة ونحو ذاك، فهل ترى الطاعة تنقضنا لو لم تكن في الغيب تقبلنا؟ لو كان بعض الاستغفار ناقضا لبين الشارع منه الغامضا. يقول الشيخ: لا، ما أقول الاستغفار ينقض. لما جاء الشيخ أبو مسلم رحمه الله في نثار الجوهر واستعرض كلام الشيخ الصائغي واستعرض كلام الشيخ السالمي، رجح كلام الشيخ الصائغي ورد على الشيخ السالمي هنا في 72 بيت. يقول: لو فاسد وضوء من يستغفر، وفعله مناقض ما يظهر، يخادع الله بتلك اللقلقة، والنفس في عصيانها مستغرقة، ما يفعل الله بتلك الكلمة، وساحة القلب الخبيث مظلمة. ما بجيب لكم 70، ريح راسكم، لكن 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 72 بيت يحقق فيها القول بأن المطلوب القول الصادق مع تحقيقه بالقلب والجوارح. شوف انظر خطورة البقاء في هذا المنحدر ذا، أن حتى الطاعات ترفض، وينغمس هذا إلى حد أن يكره الله منه حتى الطاعة. تقرأ القرآن الكريم تجد أن الباقي في دائرة العصيان ذا يهوي يهوي إلى حد أن الله يكره منه طاعته ما معصيته. قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فاضي وما عنده شغل ويسمع عنه شيء محاضرة وشيء درس وفارق بين العشاءين ساعة، ثم يشغل نفسه بأي شيء بأي شيء، يدخل السوق، يصير المنتزه، يودي أولاد الساحل، يوديهم حديقة، يشغل نفسه بأي شاغل، ما علمه أن هنا
محل تهبط فيه الملائكة وتنزل الرحمة وتغشى أهله السكينة ويذكرهم الله من عنده، مع ذلك ساهي. إذا رأيت امرأة هذا حاله فاعلم أن هذا الحال خطير جدا، لأن الله يذكر أن المرأة قد ينحدر إلى حد أن يبغض الله منهم طاعته، ولكن كره الله انبعاثهم يعني للجهاد فثبطهم، يعني أوجد في جوارحهم الكسل والتثبيط عن الطاعة، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالمرء عليه أن يرقى دائما وأن ينشد العلو والسمو دائما،